السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع اسمه كريبتو كابيتال، يعطي مكافأة، لذلك سنقوم بشرحه يوميا. سنقوم بشرح التاريخ كي لا تحدث معنا أي مشكلة. كما تلاحظ التاريخ اليوم هو 10 شهر 6 2021. سنقوم بإظهاره بضع ثواني. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. كما تلاحظون هنا تظهر الواجهة الخاصة بالموقع. هنا العملات التي توجد في الموقع. كما تلاحظ توجد مجموعة من العمل. هنا تطورت العملة الرقمية المشهورة خلال الساعات الماضية. هنا تظهر معلومات حول الموقع. كما تلاحظون هنا يظهر إجمالي مستخدمي الموقع. الموقع يستخدم 31696 مستخدم. هنا أيام عمل الموقع. الموقع منذ 77 يوم، يعني يعمل منذ مدة طويلة. نتمنى أن يعمل لمدة أطول إن شاء الله. كما تلاحظون هنا يظهر موقع التواصل الخاص بالموقع لمتابعتهم عليها. هنا يظهر إذا كنت واجهت أي مشكلة في الموقع تقوم بمراسلته من هذه الخانة. كما تلاحظون واجهة رائعة جدا. لتسجيل حساب في الموقع نضغط على ريجستير. كما تلاحظون نضغط على ريجستير. نضغط على ريجستير من هنا. كما تلاحظون هنا تضع الاسم الكامل في النايم. هنا اليوزر نايم، اسم المستخدم. هنا الايميل ادريس، الايميل الخاص بك. هنا الباسورد، كلمة المرور. تقوم بتأكيدها من هنا. توافق على شروط الموقع وبعد ذلك تضغط على ريجستير. بعد ذلك ستقوم مباشرة بتسجيل حساب في الموقع. بعد ان تقوم بتسجيل حساب في الموقع نضغط على ساين ان من هنا لتسجيل الدخول الى الموقع. كما تلاحظون هنا تضع اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل به في الموقع. هنا الباسورد، ثم ستقوم بالضغط على ساين ان. كما تلاحظون نضغط على ساين ان لتسجيل الدخول الى الموقع. هنا تظهر العملات، تختار العملة التي تريد ان تعمل عليها. هناك الايثيريوم، البيتكوين كاش، بيتكوين داج، دوج كوين، لايت كوين، دي اس دي دي، ريبل، ومجموعة من العملة الاخرى. كما تلاحظون نختار مثلا البيتكوين. نضغط على بيتكوين هنا. هنا تظهر الواجهة الخاصة في الموقع. كما تلاحظون من هنا، هنا يظهر الرصيد الخاص به، البالانس الخاص به. هنا مجموع إيداعي في الموقع. هنا مجموع أرباحي من النحالة. وهنا مجموع سحوباتي من الموقع. للقيام بالإيداع في الموقع نضغط على ميك إن انفستمنت من هنا. كما تلاحظون نضغط على ميك إن انفستمنت. الحد الأدنى للإيداع في هذا الموقع هو 0.001 بيتكوين. كما تلاحظون نقوم بالضغط عليه. مثلا هنا يظهر أرباحك في الساعة 150 ساتوشي، وفي اليوم 3600 ساتوشي، وفي الأسبوع 25200 ساتوشي، وفي الشهر 108000 ساتوشي. لإتمام الإيداع في الموقع نضغط على ديبوزيت فاندز من هنا. الموقع يقول لك قم بأخذ رابط البيتكوين الخاص بهم من هنا. كما تلاحظون تقوم بالضغط على كوبي من هنا. تقوم بنسخ هذا الرابط ثم ترسل لهم 0.001 بيتكوين، ثم تقوم بتأكيد الإيداع في الموقع. لسه في هذا الموقع نضغط على ويتدرو. ويتدرو من هنا. أنا ليس لدي أي بالانس في الموقع لكي اسحبها. كما تلاحظ سوريا في نو فونتس دوميكا وتدرو. ليس لديك اي مبلغ لتسحبه من هذا الموقع. عندما يكون لديك مبلغ ستقوم بسحبه من هذه الواجهه. هذا الموقع ايضا يعطي مكافات على الاحاله. نضغط على ريفيلرز من هنا. هنا يظهر رابط الاحاله الخاص بك. تقوم بالضغط على كوبي لينك. تقوم بنسخ هذا الرابط. تقوم بالترويج للموقع وستحصل على نسبة مئوية من إيداعات الإحالات الخاص بك. كما تلاحظون لدي إحالتين، لم أربح من أيهما لأنهما لم يقوما بالإيداع. صراحة هذا الموقع رائع جدا. أتمنى أن تعملوا عليه. بالتوفيق إن شاء الله.